التربية بذكاء. يمكن هتكلم هنا في الحلقة دي على بداية التربية، بداية العمر، التعامل مع الأطفال، وعايز أحط قاعدة مهمة قوي. لو الآباء والأمهات أدركوها بوعي هتبقى التربية ممتعة بدل ما هي شغلة يعني حيز كبير من المعاناة عند الأهالي. إيه رأيكم لو قلتلكوا إن ربنا خلقنا كلنا أحرار، والحرية هي الفرق ما بين الإنسان وكل المخلوقات، مش عايز أقول الحيوان. أي أب وأم بيتعدوا هذه الحرية بيدربوا الابن يطلع شيطان، لأن ربنا مودع جوانا برنامج حماية في النفس. أنا حر، أنا ضد السيطرة، أنا ضد التحكم، أنا ضد الإكراه. وبالتالي مهم نبقى عارفين لو أنا أب وأم قبل ما أربي إن أنا عايز أربي عند ابني. التربية أصلا معناها إيه؟ إن أنا عايز أربي عنده الوعي والإدراك، فهو اللي يدرك إن دي غلط وما يعملهاش. الأهالي بيعملوا غلطة كبيرة، إن أنا عايز أوقف السلوك، ما تعملش دي، اعمل كذا، اعمل كذا. هو أصلا مش مدرك، مش فاهم. أنت كده ما ربيتوش، أنت كده حولته إلى مطيع فاقد للعقل، فاقد للوعي. بعد فترة لما يكبر ومتعود على كده هيبقى عنده مشكلة في تحمل المسؤولية، هيبقى فاقد للثقة، لأنه اتربى على إنك اسمع الكلام وخلاص. كلمة اسمع الكلام دي ما تزعلوش مني، دي اسمها إكراه. اللي بيستخدمها كتير، خلي بالكم، اللي بيستخدمها كتير وفاكر إنها من التربية، أنت الآن بتكره، والابن هو أمانة من الإله معاك، مش من حقك تكرهه. من يكره هذه الأمانة ربنا سيرسل له من يكرهه، سواء أمراض، سواء ظروف، سواء مشاكل. فابعد عن كلمة اسمع الكلام وجرب معاه، تعالى يا حبيبي دي فيها مشكلة، تعالى نجرب، لو انت عملتها هيحصل مشكلة، الحاجة هتبوظ، الدنيا هتتلخبط. بس خلي بالك اللي بيلخبط حاجة بيبقى عليه مسؤولية تصلحها، اللي بيكسر حاجة عليه مسؤولية انه يلم اللي اتكسر. لو عنده لعبة مثلا وكسرها، بص يا حبيبي انت حر، استخدموا كلمة حرية كتير، حبيبي انت حر. اللعبة دي لو بوظتها خلاص بابا كده صرف فلوس وانت كسرتها، يبقى انت اشتغل بقى وهات فلوس عشان نجيب لك لعبه جديده. ولو باظت او لخبط الاوضه بتاعته انت حر، لخبط الاوضه يا حبيبي زي ما انت عايز، بس خلي بالك قبل ما تنام اللي لخبط حاجه هو اللي هيعملها، وخليه قبل ما ينام يشيل كل الحاجات اللخبطه في الاوضه. اوعى تدخل تنظف الاوضه او تخلي حد ينظفها. لما يتحمل مسؤوليه اللي هو بيعمله هيتربى على إن اللي أنا بعمله له تبعات أنا بشيلها، ويبدأ ياخد مكافآت لما يعمل حاجات إيجابية. هيتربى على الصح، هيتربى يكون حر، هيعرف يختار، هيريحك، وبعد كده هو اللي هيختار. ربه بذكاء، تستمتعوا على الدوام. أراكم الحلقة الجاية إن شاء الله.